يعني نروح نرجع تاني لملف كورونا، وخاصة انه متابعة ملف كورونا والمتحورات اللي بتخرج من كورونا لسه مستمرة. مهم ان احنا نقول ان وزارة الصحة بتتابع هذا الملف بشكل مستمر، حتى وان كان مش بشكل بارز في الاخبار، ولكن المتابعة مستمرة لفيروس كورونا ومتحوراته. كان اخر متحور منتشر وبنسمع عنه وعن ظهوره في دول اخرى هو متحور بي اي، وقالت وزارة الصحة انه لم يظهر في مصر حتى الان، ومش شرط انه اي متحور جديد يظهر في كل الدول، وان ظهور المتحورات هو امر طبيعي لان ده يعني سمة من سمات الفيروس. وكان اخطر متحور موجود هو أوميكرون اللي احنا يعني كنا شفناه في الفترة اللي فاتت. خلونا نتكلم عنه ونتكلم عن موضوع آخر كمان بعد شوية مع دكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة. يا دكتور إسلام أهلا بحضرتك. اهلا وسهلا دكتور ثورة، مساء الخير كل مشاهدين دي ام سي. أهلا بحضرتك. عايزين نتكلم عن المتحورات، هل يعني أو إزاي إنه ممكن يكون متحور ظهر في دول ما يظهرش في مصر، هل ده وارد؟ ده وارد. يعني عموما التحور ده سمه اساسيه في الفيروس، هو يعني كل ما يبقى فيه عدوى كل ما يبقى فيه قابليه للتحور، العدوى هتزيد، قابليه التحور هتزيد. فاحنا بتعلمنا تحورات كثيره للغايه، يعني لغايه ما يبقى فيه ممكن تحور بيثبت شويه على سطح الفيروس، يبقى التحور ثابت، ساعتها بنبتدي نشوف هل التحور ده مؤقت مثلا اوف كونسيرن مثلا حسب تصنيف منظمه الصحه العالميه، ولا هو فقط انترست، يعني عايزين بس نتابعه ونشوف هيحصل فيه. فطبعا تحورات كتيره جدا اللي منها كان في مشكله الفا وبيتا وجاما ودلتا، وزي ما حضرتك تفضلت في المقدمه اوميكرون هو حاليا يمثل 99.8% من كل الاصابات، والباقي ده حاجات متفرقه. اوميكرون كان اللي موجود هو بي اي 1 وبي اي 2، دول السيدين التحور الفرعي لاوميكرون. جنوب افريقيا مؤخرا طبعا احنا شاهدين في ارتفاع في الاصابات، فمع ارتفاع الاصابات دايما في فرصه ان احنا نجد تحور فرعي، فظهر بي اي 4 وبي اي 5، دول التحورين الفرعيين الجداد من اوميكرون. طب هل ده بالشرط لازم ان هو يبقى موجود في العالم كله؟ لا ده مش شرط. لو التحور ده ثبت وابتدى يبقى فيه انتشار ولسه فيه عدوى ودخل في وسط موجه، يعني مثلا لو الموجه الثالثه بدات وبي اي 4 و5 هو المتفيد، غالبا هيبقى هو ده المتفيد. لو ما حصلش خلاص هينحسر وهيفضل عندنا بي اي 1 وبي اي 2 اللي هو جديد في موضوع التحورات، او ما طلعش بقى تحور كامل جديد زي ما في ناس متوقعه في غضون كام شهر بس. طيب هل بنعتبر لسه اي دور برد اللي بنصاب بيه ان هو ممكن يكون اشتباه كورونا، ولا لا احنا دور البرد ابتدى يرجع مره تانية؟ هو ده الاحرى، يعني احنا دايما بالاحرى اي اعراض عند اي شخص من الاحسن ان هو يعزل نفسه عشان بس معلش حتى لو كانت انفلونزا. يعني هو دي من بروتوكولات التعامل في الانفلونزا، ان انا لو جالي انفلونزا معليش حد. فالشخص تداعيات العزل بتاعته في الانفلونزا، على فكره احنا بس مش بنعمل كده زمان، هي نفس اللي احنا كنا بنقوله سابق، اي حد عنده انفلونزا محتاج يعزل نفسه عشان ما يعديش حد لغايه ما يبتدي يخف. فلو حد عنده الاعراض اللي موجوده سواء كانت برد شديد او انفلونزا محتاج ياخد احتياطاته، محتاج يلبس ماسك لغايه ما الفتره دي تعدي. احنا صحيح الحمد لله فتره راحه، ما فيش اصابات، الوفيات قليله للغايه، ولكن خلينا نقول ان لسه في حالات وفيات، ولسه في حالات وفيات خصوصا عند الناس اللي فوق 70 سنه، وخصوصا عند الناس اللي عندهم امراض مناعيه معينه، فبالتالي مش المفروض ان حد يكون سبب نشر العدوى ونرجع تاني نبتدي نلاقي ان في بوره انتشار واخف. احنا الحمد لله وصلنا على العالم كله ان في انحسار 20% الاسبوع ده عن الاسبوع اللي فات في الاصابات، وانحسار 22% في الوفيات. احنا ماشيين في كيرف منتظم بيقل جيد للغايه، ان باذن الله لو انتظم كده كمان شهرين ممكن منظمه الصحه تعلن انتهاء الجائحه وخلاص يبقى مرض عادي. لكن لا قدر الله لو حصل تاني بؤره انتشار هنرجع تاني لنفس السيكونس، فبالتالي الاحرى ان انا افضل في نفس السيكونس، خصوصا في مصر احنا هنوصل 90% فاكسينيشن كمان شهر باذن الله او شهر ونص، فبالتالي هنبقى في مرحله امان الحمد لله. بس الحمد لله نحرص نحرص، يعني لازم دايما الحرص واجب ان انا ما ابقاش بعدي حد، وان انا كمان احافظ على نفسي لو لا قدر الله في اي اصابه. طيب